اقتصادنا. في حاجة اليوم لشركات تقدم قيمة إضافية حقيقية وتعتمد على البحث والتطوير لتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة. أيها السيدات أيها السادة، إنه لا مكان اليوم في الاقتصاد العالمي للبلدان التي لا تبتكر، ولذلك وضعت حكومتنا خريطة طريق واضحة المعالم تنفيذا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية من أجل المرور وبسرعة نحو اقتصاد أساسه المعرفة. وللوصول لهذا المبتغى فعلينا بتضافر الجهود وإشراك كل الفاعلين، سواء كانوا في الجزائر أو في خارجها، لأن بناء الجزائر الجديدة لن يتم إلا بمشاركة جميع أبناء الوطن.